عيد وبلا عيدية أكيد مو زبطة، كبار ولا صغار كنا بضل طقس الحصول على العيدية والفئة بكير ومعايدة الأهل والأقارب هو المشهد الأبرز والمحبب لدى الجميع. ذكريات كتيرة، مشاهد محفورة بالذاكرة عن تحضيرات العيد وغنيمته يلي بتختصر بالعيدية. كاميرا الإخبارية السورية رصدتها من سوق الحمدية معكم. هي مثل عادات وتقاليد وصفية من نحن وصغار اللي بننبسط لما ناخذ العيدية، يعني بيحلم الواحد بينام فيه انه قديش بدي اخذ من جده قديش بدي اخذ من ماما، يعني انه حلوة تقاليد وعادات نحن تعودنا عليها، يعني من حال الصغر انه اهالينا يعطونا عيدية وهي فرحة العيد بتبقى لها نكهة خاصة وطابع خاص، يعني هو العيد مرتبط بشيء اسمه عيدية. والله العيدية قبل كانت غير هلق، هلق ما كان مثلا مثل المراجيح ما كنا حاطين برميل ودفة واثنين قبال بعضهم وبدلوا دور وكذا، او نروح لعند الصبح نذيق بكير نلبس ثيابنا نروح لعند بيت جدنا لعند اهلنا مشان شو، يعني الاغلب انه بده يعيد بس كمان مشان ياخذ العيدية، ما حدا عطاه والله يا ماما رحنا لعند جده ما عطانا عيدية خير ان شاء الله او خاله ما عطانا عيدية هيك. فكنا ذاك ننطر يعني من في من مثلا على بكره الصبح ما كنا ننام، نحنا كنا نحط الكندرة والأواعي الجديدة تبع العيد تحت راسنا وما ننام الليل ونحن من فرحتنا من العيد وكنا صغار. بيجي طفل لعندك يعايدك ما بتعطي عيدية، أيام الطفولة غير، يعني كل الأطفال بيقول لك نحن كنا صغار غير. والله حلوة كانت بالأول فيها بركة، إي الأولاد ما أعطيتي الأولاد بيصرفوا. بالأول كان بالربع وبالنص وبالفرنكين وبالفرنك وكل شيء كان رخيص. اختلفت كل شيء على حسب الاختراعات الحديثة وعلى حسب التقنيات الجديدة اللي نزلت، بس أكيد ما بتجيب طعمة الهدايا القديمة اللي كنا نحن نحلم فيها وكنا ناخدها نحن. يعني كنا ننبسط بتياب العيد، هلأ الأولاد صاروا ينطروا أشياء إلكترونيات. العيد بدون عيدية ما له طعمة أبداً يعني. العيدية هو اللي بينطر من سنة للسنة، يعني هي فرحته تشكل له فرحة. رغم انه ممكن عم ياخذ مصروف مثل احيانا بالحاله العاديه بس بالعيد الا وقع خاص. بحب انه اخذ عيديه بالعيد وانا بنطر بالعيد العيديه، واذا ما بتعطوني عيديه انا كثير بزعل. نحن صغار دائما ما في شيء بفرحنا غير انه شيء نعيش مبسوطين، يعني وهيك ناخذ العيديه من الاهل ومن الاقارب. لما بيعطونا العيديه بنقول لها لا ما ادري شو خليها لاولادكم هذا، بس هي فرحه بصراحه، وكل ما كثروا الاهالي والاب والام كل ما كانت احسن. فرح الواحد هيك بتخليه يحس انه بهجة عيد، يعني ما في عيد صار ايه منبسط. بدي منهم اكيد يعني مصاري مشان نروح نعيد العالم، يعني كون مرتب العيد. بين الماضي والحاضر ورغم اختلاف الظروف والاوضاع المعيشيه ظلت العيديه محافظه على رونقها ومكانتها بقلوب الجميع. نيال يلي بتجي عيديه من غامض علمه، والله يعين يلي بينسى يعايد حدا ناطر هالعيديه.